رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس نادي الزمالك له، وكمان في رد من زوجة محمود الخطيب على الفيديو، والخطيب بيطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك، وفي دعوة من السيد في دعوة من نقابة المحامين ومن السيد سمير صبري ضد رئيس نادي الزمالك. وأنا مش هقول الحاجات اللي بتتقال احتراما، لان انا مش عايز ادخل في مهاترات اجيب طرفين يتكلموا، انما اللي انا بقوله ده خبر، اللي انا بقوله ده مش وجهة نظري ومش ان انا مسألة، لا اللي انا بقوله ده خبر. اصول المهنة تقتضي ان انا اقول الكلام ده. لما محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي يروح يقدم بلاغ للنائب العام وللبرلمان والكده، يبقى ده اسمه خبر بقوله، ماليش علاقة بالاهلي او بالزمالك او بالفتنه اللي دايره بينهم، دي حاجه ما تخصنيش، او قناه الزمالك او قناه الاهلي دي ماليش علاقه بيها ولا تخصني. انا اتكلم عن خبر الان. محمود الخطيب قدم بلاغ للنائب العام بيقول ان هو فوجئ مساء امس عبر موقع التواصل الاجتماعي بفيديو جريء جرى تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات تعف اللسان عن ذكرها، يعني بتسيء له ولأسرته ولعائلته وتسيء لمصر ومسؤوليها وقيادتها ومؤسستها والمئة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تجدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه البلد دي. مش عايز أقول الكلام ده، إنما اللي لفت نظري قوي إن الهانم زوجة كابتن محمود الخطيب الحقيقة بعد بتعلق على الخبر المسرب والفيديو المنسوب لرئيس نادي الزمالك، وانا بختار الفاظي بشكل محدد، الفيديو المسرب والمنسوب لرئيس نادي الزمالك، والذي يحمل وفقا لما تقول عبارات خادشة للحياء ضد رئيس النادي الاهلي، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ايه: انا ابنة رجل مقاتل من خير اجناد الارض، أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد وما زال يعطي، لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب. وأضافت: ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس، لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس، وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حبا لوطنه وبلده وأهل بلده. حقنا اقف يعني يا استاذ عقيدي؟ اعمل ايه؟ لا يعني اقف دلوقتي يا استاذ عقيدي؟ بتكمل السيده زوجة الخطيب بتقول: حقنا ان نعيش في بلدنا امنين مطمئنين ان العدل والحق لهما اليد العليا.